مرحبا بكم الناس الكل، تحية ليكم الناس الكل اللي يستناو في اللايف. ظهر لي مستانس حكي نحط سونداج، فما شكون يقول اي فما شكون لا. ظهر لي بالاجماع المرة هذه الناس الكل تحب نعمل لايف نحكي شوية على المنتخب التونسي. المجال محلول ليكم اللي يحب يدخل يحكي معايا ونحكي مع بعضنا في اللايف. مرحبا بكم الناس الكل اللي يحب يعطي رايه. مرحبا الفيديو هذا باش نهبطوه بعد على يوتيوب ان شاء الله، باش يبدا في بيتكم او كمان توا. برشا ما فهموش بالباهي الستاتيو اللي هبطته قبل شوية، دونك على ذاك حبيت نعمل الفيديو هذايا باش نحكيو فيه أكثر ونوضحوا فيه أكثر شنو حبيت نقول بالضبط. نستناو يتلموا أكثر ما يمكن من الناس باش نبداو نحكيو. كما قلت اللي حبي يدخل معانا ولا يحط حتى سؤال ولا رأي يحطه في اللي كومنتري مرحبا بيك. تونيزي فوت تقول بذيحة بذيحة صحيح، مادام نخسر منتخب بغينا استوائي ما دام نقعدوا لاخر جوله في مجموعه كما هكا ما نوصلوش اكيد ما تنجم تكون كان في حابون. خلينا نبدا نحكي على الستاتيو اللي هبط. وقلت المشكل في المنتخب ما وصل المنظر الكبير، خاطر المشكل في المنتخب المنظر الكبير كنا حكينا عليه عندنا مده، والاختيارات نتاعو حكينا عليها عندنا مده، لكن المشكل ما هوش هو، باش يمشي هو باش يجي غيره. المشكل في اللي يحكم في المنتخب، المشكل في اللي قاعد ياخذ في لي ديسيزيون في المنتخب اللي نعرفوه الناس الكل من غير ما نقول عليه، وقلت عليه برشا مرات الناس الكل تعرف شكون اللي يحط في التشكيلة واللي يجيب الملاعبية واللي ينحي الملاعبية واللي يحكي عليه حتى أيضا المدرب فوزي اللي بنزرتي من قبل. دونك باش يقعد منظر كبير وإلا ينسحب ماهوش هذا المشكل. مرحبا بكم الناس الكل اللي حاب يدخل معانا في اللايف، مرحبا بيه. اليوم ظهر المدرب هو اللي يعمل في الاختيارات، تحسر روحه بيفكتيف ليميتي على الاخر. انت توصل خاسر وتعمل كان دو شانجمون في مقابلة عندك فيها الحق في 5 تغييرات، معناها ما عندكش بنك. ولهنا نسألوك علاش، معناتها على الاختيارات اللي قمت بيهم حتى في الافكتيف الكل برشا تساؤلات. سعد بقير اساسي اخر مقابلة مع المنتخب، عدى مقابلة ممتازة، فهذه شفنا الناس الكل كان من احسن لاعبية في المنتخب في المقابلة الأولى اللي لعبناها في الستاج اللي فات. المقابلة الثانية يلقى روحه احتياطي، المقابلة الثالثة أورليس جملة نعرف ملاعبي مكش مقتنع بيه، معناها بالتدرج على الأقل من أساسي يمشي على البنك وبعد أورليس، مش من أساسي يلقى روحه أورليس، رغم أن الملاعبي قاعد يقدم كالعادة في مردوده ممتاز مع الفريق نتاعو. سعد بكير من أحسن الملاعبية. بون حكينا عليه المشكل اللي صار، رفض أنه يلعب على الجهة اليمين في المقابلة الماضي سعد بكير، على ذلك دفع الضريبة هذه، وعلى ذلك ماهوش موجود اليوم في ستاج. المدرب منذر كبير كان حكى انه يشوف فيه نفس البروفيل هو وسيف الدين الخاوي، ما مش كيف كيف. ما دام حكيت على الخاوي برشا ملاعبيه، معناها ما فهمناش تعمل في المنتخب سيف الدين الخاوي تقريبا كل ستاج يجي فيه المنتخب حتى 0 إضافة تقريبا، عاد أخذ فرصته أكثر من فرصته من كوب دي موند اللي فات السيد موجود في المنتخب، حتى إضافة في المنتخب لكن أساسي بامتياز، معناتها موجود بامتياز ديما في المجموعة كل ستاج نعيطولو في، معناتها في جمعيته تقريبا ماهوش قاعد يلعب مرة بعد قداش ياخد في وقت قصير في اللعب. ملاعبية معناتها ما تلعبش نعيطو لهم، ملاعبية اللي تلعب نعيطو لهمش لهنا، برشا نقاط استفهام. كيف كيف حمزة المثلوثي علاش ما عيطلوش من الأول، علاش جبتو، علاش موجودين 3 مدافعين على اليمين، ما فهمناش شنو باش نعملو بيهم. هذا الكل شفناه كان في المنتخب التونسي 3 مدافعين على اليسار وثلاثة مدافعين على اليمين. تقول لي انت وسام الحدادي كما قال هو مدافع على اليسار يعتبر فيه في المحور، لا وسام الحدادي ماهوش اكسير، تحب تكره يلعب على اليسار، وحتى في جمعيته تلعب بثلاثة في اللاكس على ذاك في اللاكس. خلينا ناخد شكون معانا يحب نحكي شوية مع بعضنا، مرحبا بيه. أتمنى نزيد نحكي واللي يحب يتدخل يدخل معانا في اللايف، مرحبا بيه. السلام عليكم السلام عليكم، مرحبا خويا، هشام، نقولك لاباس؟ الحمد لله. شنو الأمور؟ لاباس الحمد لله. كونيكسيون عندك مش ولا بد برامون تاخد تعطي؟ لا مريق، لا ما عندي اي مريق، لا تو سافا. اي تفرجت في الماتش؟ فرشت الحقيقة، نتيجة مش متوقعة بالحق، معناها منتخبنا اليوم خسارة مشومة الحقيقة، ولينا احنا وغيني الاستواء تو قد ماذا لازم نلعبوا زامبيا، لحسن الحظ وراه منتخب غينيا الاستواء باش يلعب ماتش صعيب،
لا من موريتانيا، في موريتانيا. الحقيقة اليوم شوف إسلام، احنا 2017 مع كاسبر جاك لعبنا دير ليور صانع العاب، واحنا تو في الوقت الحالي عندنا صانع العاب ممتازين، عندنا سعد بكير، عندنا حتى حنا بقى المجبري، ما نجمش تحطه جناح ما ينجحش، ولعب من منظر كبير في المركز هذا وما نجحش في صحيح. مركز جناح، ما نجمش ينجح في المركز هذا. 2017 كي لعبنا بن عمر وفرجاني دير ليور وقدامه مسليتي صانع العاب خزري والمساكني زوزاجنحة والخنيسي، عملنا كاس افريقيا باهية، خاصة المجموعات ماتش الجزائر وماتش موزمبيق وربحنا. لازم تغير في طريقة اللعب، الماتش اللي مازال ماتش زامبيا لازم نربحوه، وبعد الحقيقة لازم تغيير في الإطار الفني، شو قبل لازم الماتش، نغيره في الإطار. قبل ماتش زامبيا ولا بعد ماتش زامبيا؟ بعد ماتش زامبيا تو باش تغير، زامبيا سي ما زادوا 3 أيام. اي خاطر خاطر يقولوا يروحوا باش يعملوا ديك الرسائل وسيونس واحده توا كل شيء زايد معناها صعيب على الاخر مع التغيير توا. لكن انا رايي التغيير لا، انه يبدل وما يبدلش ماهوش المشكل في المدرب، يجب انت توا رئيس الجامعه وذا رايي عندي عنده مده تتباهى، معناتها انك كبرت الميزانيه بتاع الجامعه وما نعرفش ميزانية ولا 50 مليار يا خويا، جيب حط الباكو على اسم كبير ما دام في تونس. معناتها نبيل معلول اللي الحقيقة شفنا معاه كورة باهية في المنتخب ما تفهمتش معاه، فوز البنزرتي كيف كيف ما تفهمتش معاه خويا، بخلاف زوز اسامي هذوما ما عندناش مدربين قادرين يشدوا المنتخب في الوقت الحالي. دونك خويا حط الباكو وجيب اسم كبير ما دام تتباهى انك كبرت الميزانية، دونك شنو نعملوا بها الميزانية كي ما تجيبناش اسم كبير؟ والا كان انت ما خويا ما تحبش تجيب اسم كبير خاطر ما تنجمش تفرض عليه اختياراتك، هذيك حاجه اخرى باش نقعد نعانيو في نفس الاسامي اللي قاعدين تقريبا هي نفسها تمشي وتتعاود، قاعدين نفشلوا معاها باش يمشي منظر كبير. الحقيقه منظر كبير مع احترامي ليه كشخص، لكن تجاربه مع الانديه ما كانتش ناجحه، شد الاسبيرونس، شد الكلوب، شد ليتوال، اغلب التجارب شد نتاعو ما شد كانوش ناجحه. شنو هو اللي يخليك انت تحطه كمدرب اول من الاول اختيار خاطئ؟ والله توقف حابينه ينجح، عنده فكت اللي يقول ما عندناش ملاعبيه، الحقيقه ليه مانيش موافق، عندنا برشا ملاعبيه باهي، عندنا افكتيف ممتاز جدا، عندنا جينيراسيون حلوه برشا، ما فهمتش علاش معناتها برشا تجاني نشوف فيها ملاعبيه، لكن اللاعبيه شفناهم نفسهم معنا بين معلول شفنا كوره مزيانه اخوي. شوف منظر كبير، حتى تجاربه السابقه شكون ما نرناش ترجي كان السبور نتاع الاسبيرونس، لا بعد رينا حتى ترجي، 3 ماتشات رينا ترجي قبل مؤقت معين الشعباني، في 2018، قبل وقتها مؤقت شد قبل خالد بن يحيى. خالد بن يحيى، لا كان وقتها مؤقت، كان راني السبور بعد لا شد رينا رينا مؤقت. رينا اي بعدها وقت بعد طلع رينا حطوه هو وقتها. اي وقت نفكر شد طرح بن قردان وشي، ما كان مؤقت صحيح تجربه الكل، ما كانش ما تخولوش انه يدرب المنتخب، معناتها التتويج الوحيد في 2013 مع نادي البنزرتي كاس تونس للاربعه الكبار وقت لعبوا بلاي اوف وما شاركوش فيها هذيك، نادي البنزرتي اصلا وقت عنده افكتيف باهي. كاس شوف الملول بالنسبه للمدرب، وهذيك بدات كاس الرابطة وبعد ولات كاس تونس تحاولت. اي بون بالنسبه للمدرب انا تجربة نشوف ما نكونوش ظالمين ليه برشا، قسم مع تجربته مع سي بي كانت ناجحة، نتذكر وقت عمل كيب مزيانة، لعب وقتها مازن بي والأهلي وماتش أميكاي كانت تفكر مع الإنتر، وقتها كان عنده كيب باهي في السي بي، عمل كيب باهي، كان لكن في كانت نادي تجربة باهي. الحقيقة ما كانوش ناجحة برشا. مدير فني نجم نستعينوا به، أكاديمي الراجل ما يساعد شاء الله عليه، المدرب. أخلاقيا تبارك الله عليه، لكن بصراحة كمدرب أول للمنتخب باش ما نقولوش ماهوش في قيمة المنتخب، نقوله على الأقل كان مازال بكري، ماهوش وقته باش نحط مدرب باهي، مازال ماهوش الراجل المناسب باش يشد المنتخب. أما المنتخب التونسي معناه طموح أي مدرب، معناه القمة نتاع المدربين التونسيين، معناه القمة أنك تدرب المنتخب. أما اليوم اللي نعطيه المنتخب لنابورتكي سامحني حق. ينجم يكون مساعد مدرب، ينجم يكون موجود في الشبان، لكن كمدرب اول صعيب. شوف مثلا ناخذ تجربه المنتخب الجزائري، جابت منتخب مدرب جزائري هو جمال بالماضي، جزائري فرنسي متكون في فرنسا مثل منتخب الجزائر، وكانت تجربه ناجحه في قطر وممتاز. علاش ما نجربوش مدرب تونسي، تونسي متكون من برا، كي مثلا مهدي النفطي، مهدي النفطي مدرب ممتاز والله صحيح، وللاسف تو مازال تصحح مع جمعيه فرنسا، فما عادل الشيء اللي ادجوان في جورجيا،
زيادة لعبي هذوما كفاءات تونسية لازمنا نستغلوهم زيادة. الحقيقة مانيش معاك برشا الحق. ما أنا تو كيما ليسبيرونس جاب رافيج عادي، مازال كيف كيف، ماهوش في حاجة، مازال ماهوش في حاجة من ليسبيرونس. أوكي ملاعب كبير واسم كبير، لكن مازال ما أثبتش نجاحاته. شنو هو النجاحات اللي عملها كمدرب رافيج عادي باش يجي ليسبيرونس؟ كيف كيف مهدي النفطي، شنو هو عمل في مسيرته باش يشد المنتخب؟ معناها مازال بكري عليه، مازال في بداية الطريق نتاعو، عمل تجربة ناجحة في كيب في ديفيزيون 3 في إسبانيا، ماهيش روبير معناها باش تبيع المنتخب معناها. ما بون ديفيزيون رايك 3 يقعد، اما مازال بكري، ما هذا مش تو ينجم مستقبلا. لو تو جمال بن ماضي، جمال بن ماضي على الاقل كان يدرب في قطر وعمل تجارب ناجحه في قطر هكا ولا. اما نشوف الاسامي ماشي هذو من قبل، مازال بكري عليهم، لازم يكونفيرميو قبل ما يمشي المنتخب كما قلت لك قبل، معناها القمه، معناها القمه اللي بيعطي طموح لاي واحد باش يوصل لها، معناها تتويج المسيره كامله، معناها مش مدرب شاب مازال كيبدا نعطيه المنتخب. اما نجمو ينجحوا كمساعدي عادل الشادلي او مهدي اي النفطي، نجمو ينجحوا اي يبدا مساعدين في يبدا المجتمع يبدا مساعد مدرب مع اسم كبير. كبير. انا في تونس نشوف طبعا، نشوف كان فوزي والا نبيل معلول الحق. قبل بقيه بالنسبة مساعدين يبداوا بشويه بشويه، وبعد ياخذوا اوكي، اما ديريكت تكون مدرب اول صعيبه. احنا 2004 جبنا مدرب كبير روجيه لومير اللي كان توج مع منتخب فرنسا بكأس اوروبا 2000، ورينا معاه النجاحات، ورينا برشا حاجات جديدة وقتها معاه، ورينا مع مدرب كبير. صحيح المنتخبات الأفريقية تو ولا حتى العربية، شوف أنت منتخب السعودية عندهم لاعبية كبار ما عندوش، لكن معاه رونار ولا منتخب ممتاز نعم وقريب باش يترشح لكأس العالم، رغم اللي مجموعته صعيبة في أستراليا واليابان، رغم اللي كانوا متصدرها منتخب السعودي ما عندوش صحيح لعيبة محترفين. صحيح يعني مدرب كبير أهم حاجة في المنتخب، وزيد يعطي كل لاعب حقه، معناتها يعرف شكون يستدعي اللاعب. أنا اليوم أنا استغرب عدم على إيش المشاكل مش موجود مصاب يكور والله في والله لعبه. والله موضوع اخر هذا، الملاعبيه اللي ما تحبش تجي، الملاعبيه اللي ما تحبش تمشي للافريق وتختار الماتشات السهله. خويا مساك حكيت عليه اخر دو ستاج، السيد معناه يجي يخرج من المنتخب، يجي يدخل وقت اللي يحبه، يخرج وقت اللي يحبه، ويخرج مصاب من المنتخب ويمشي يلعب مع جمعيته. معناها هنا برشا نقاط استفهام، وقاعدين يعملوا فيها برشا، معناها عملها قبل فرجاني، وعملها وهبي الخزري، والكل معناتها كانت لهنا. لازم علاش قلت لك لازم مدرب عنده شخصيته، ما يرضاش معناتها بالشيء هذا يصير. مدرب معناتها ملاعبيه داخله خارجه، ما تجيش. شنو انت شنو يحس الملاعب الاخر اللي يمشي هو يتمرمد في الافريق، وخاطر دي كونديسيون خايبين على الاخر في الافريق، يمشي يتمرمد ويشوف اصحابه يختلفوا في الماتشوات، وبعد يجيوا ما يحبوش المنتخب. طموح معناتها شرف ليك معناتها باش تلعب في المنتخب. وعندنا مشكلة أخرى مهمة يا سلام، لو سنوات نعاني منها اللي هي رأس الحربة. معناش رأس حربة صريح في المنتخب، حتى سيف الدين الجزيري راهو احتياطي في الزمالك، سيف الدين الجزيري ماهوش تيتيلير في الزمالك، بون ما وأبار مش جزيري ديما، كمان مرة يلعب مرة لا، صحيح. فمو عمر السيد من مرة يلعب واحد، صحيح. ما عندناش مهاجم، 76 تصفيات. كبير. حتى السيف الحقيقة اليوم ما كانش في نهار ماتشوات البهي، الماتشوات اللي فاتت كل عدى ماتشوات باهيين، لكن اليوم ما كانش في نهار. وين اللي ما نجموش نحكم عليه واحد، وخاطر الليكيب الكل كانت ماهيش في نهار، ما عادش عنده كله مهاجم. وهو حتى حتى المدرب الأرضية ضيق اليوم الدائرة بتاع اختياراته، مثلا في رشاوات انا نامن بيه خويا، برشا يتكلموا عليه وحتى يتهاكموا عليه، انا نامن بيه. كان يجب يكون موجود في المنتخب اليوم، ما عندكش راهو مهاجم احتياطي، عندك كان سيف الدين الجزيري اليوم كي وقفت بينا ونلوجوا على السكور وخاسرين، ما كناش كون هبطوا. ما في البنك ما هبط شيء، ما هبط انت بتهبط وسط ميدان وانت خاسر. حتى التغييرات ما فهمناهمش اليوم، فهمنا حتى شيء في المنتخب. حتى شواط بدا يرجع في الفورمة مع السي اس اس، كان نجم معناها اي على ذيك يناديه قلت لك، قاعد يمركي وقاعد يرجع بشوي بشوي. بدا يرجع، لكن مع ذلك ديما رأس الحرب الحقيقي معناها. شوف انت الجزائر، شوف بغداد بونجاح سليم سليماني، خرجت العربي هلال السوداني برشا، المغرب يوسف نصير، وهذوما تكونوا في معناتها تكونوا في الجزائر، ما جابتهمش من برا، معناتها منتوج محلي. وكيف كيف المغرب، يوسف نصيري، أيوب الكعبي، عبد الرزاق حمد الله، رغم المشاكل اللي صارت له مع الجامعة المغربية، لكن معناتها تكون في المغرب هذوما جوارات خرجوهم هما. احنا للأسف السنين الأخرى ما خرجنيش حربة كبيرة.
بس حتى مصر من اللي بعد الخنيسي عالفون ما عملوا قاعدين نعاني في البوست هذيك. صحيح بتنسى وقت انت تفكر في الفورمه نتاعو 2017 عام وشويه بعد السنين هذه تو انخفض مستواه ولينا نلعبوا به بالخزر اللي ماهوش بونتا في حربه وهمي كاس العالم لعبناها من غير كاس من غير راس حربه هذه من المشاكل زاده اللي يلقاها المدرب يعني ما عندناش مهاجم، مشكلة كبيرة، لازم ما عندناش نلقى حل. حتى في المهاجمين الصاعدين تويك ما فماش اسم كي اللي بارز ولا ما مثلا هذا فماش ما ينجم فماش حاضر، جات بريود توقعنا الشماخي باش يكون، لكن بعد كيف كيف بعد ما ملي حتى عمل حكاية الشماخي نتاعو مع الكلوب مش بعد على بونتا السلاف نعم حتى الشماخي مش بونتا السلاف اي عملنا ولا تعملناه ولا عمل به مع الكليب بعد صحيح صحيح انت في التكوين عندنا في تونس المشكلة وبالظهر نتاعنا حتى الجوارات اللي يجيو من برا ما تلقاش فيهم رأس حربة اللاعبين المتكونين في هاي في أوروبا الأوروبا ما جيبوه في أوروبا ما جيبوه. حتى في نيدر ما نجمناش نجيبوه هاي ما فهميش ما رغم اللي هو فهميش غريبة في بن كدر معناها لاعب مثلا تو كيما أوبونيانغ كون في فرنسا اختار الجابون ما اختارش فرنسا اللي هو هاي خير من بن كدر ولا دروكبا اختار فرنسا ما اختارش كوت ديفوار كون فيها اللي هو خير من بنيتر معناها لو كان بنزيما ما انت ما صارتوش المشكله مع منتخب فرنسا وقد لا مع على طول بنيتر ما يعيطوش ديشان ما يلقاش بلاصه في فرنسا يكون اللاعب صحيح. هذاك لو كان مثل تونس كان يجي معاونا برشا على يعني غالب هذيك على غالب لازم نلقى وقتك، والأندية حتى الجمعيات تخدم على رواح، حتى وانت كتشوف تقريبا اغلب مهاجمين اجانب في الترجي، تو مهاجم اجنبي كيف كيف الكلوب تلوج على تاكون اترونجي، اللي تو تلعب في الشيخاوي معناتها قديش تو عام ليتوال 36 كان 36 عام. مقيم على ليتوال ما اليوم جابت نبيل مقني لاعب تونسي فرنسي نتاع كييف وفيرونا اي نحسو موش بروفيل نتاع تاكون قصير شوية، نحسو اي يكون على ان شاء الله ان شاء الله خوينا بون عاب في منتخب الوسط ما وراش حاجة كبيرة ان شاء الله، بون بتلعب في ايطاليا في فيرونا ايكيب كبيرة نجم يكون ملعب، نجم يكون حل ان شاء الله يا خويا، يكون فيلم مع ادوار وعلاش لا يكون حل. مشكلة أخرى إسلام أنديتنا ما عادش تخرج ملاعبيها تو لو تو قاسين نغلفوا بجوارات اللي نجيبوا فيهم من برا ما عادش شوف أنت بطولتنا حتى ملاعبي من البطولة في المنتخب شكون فهمت عاد برمضان اللي تروى جارديا ايوه تو بطولتنا الفرق الكبيرة ما عادش عندها ملاعبيه ممتازين زيد عليها الملاعب الجزيرية والليترونجي والمغاربة اللي أصلاً اللاعب المحلي هو بتاعه في الجزائر القانون بتاع الجزائرية قلص شوية برشا، ما عادش خلينا ما عادش نقاوم لاعبين، تو ديسبيرونس تشوف اغلبهم الجزائرية اللي تو على اغلبهم الجزائرية معناتها تجي تشوف ما عادش تلقى ملاعبية معناها. ماشي انا نبيه تونسي ولاو يمشيوا لمصر ويمشيوا الفرق متوسطة في مصر شوف انت لاعب حد كان في مستير ياس جلوسي اي من احسن لاعبين الوسط في البطوله وين مشى؟ مصر البورسعيدي معين شعباني اللي هز الشامبيونز ليج مع الاسبيرون وين مشى؟ مشى للزمالك ولا الاسماعيلي مصر البورسعيدي معناتها فريق متوسط في مصر بشوف انت البطوله المصريه كيفاش قصه تفوت فينا هداف صحيح بطوله تونس عامله ولا نتاع ليتوال ايمن الصفاقسي مشى الفريق صعد لدوري البطوله المصريه صحيح شوف معناتها في راس، السيزون خلينا ناخذ معنا شكون اخر اخويا، كان هكا مسج، خلينا نشارك العباد الكل، يعطيك الصحة اخويا. ايش نشوف شكون باسم خليفة هو يحب يتدخل معنا، مرحبا بيه، بطبيعة اللي عنده كاستيون ولا حاجة ينجم يحط، ولا حتى ينجم يتدخل معنا نحكي شوية يعطي رأيه في المنتخب التونسي. موجود معنا باسم، أهلا بيك باسم، عسلام صباح معلم. بس الحمد لله سي سلام بالليل اسعد جرده صحيح اللي هو جاي اللي توال بور لو مومون ما فما حد شيء، راه مازال كيكمل هو بده يتكلم، مازال كيكمل مع الرجاء، ماشي باش يمشي يشوف الفريق معايا بتاعه، ما كل شيء ممكن معناه. انا اللي توالي نعرف قاعدين يحكيوا مع مدرب فرنساوي اللي كان يدرب في سيمبا في تنزانيا، هو اسمه هو عارف المفاوضات معاه، هذا تقريبا الاسم دورانا
نسيت اسمه، كان يعني في سيمبا بتاع تنزانيا اللي يلعب مع كوب افريقيا. ما سيمبا امبارح عامله ولا عملت سيزون باهية في الشامبيونز ليج. اي اما حنا نحكي على المنتخب، خلينا نحكي على المنتخب باش بدلت شي بين اللي توات وليست. يوسف أهلا بيك. نعرفش باسم نعرفش قصد، كانت حاب ترجع باسم وإلا يوسف اللي كانوا دخلوا معنا قبل شوية، نكمل نحكي على المنتخب، ولا اللي حاب يحط كومنتير ولا سؤال نحكي شوية على المنتخب. مرحبا بيه باسم، كيف كيف كان معنا في الديريكت، وإلا يوسف كيف كيف بعث انفيتاسيون ترجع نحكي، وكان تحب على المنتخب شوية. على كل إن شاء الله نكون ترشح لينا في مقابلة زامبيا، أكيد لازم نفوزوا رغم اللي منافس ماهوش خايب، عندهم لاعبية باهين كما داكا لعب ليستر سيتي، صعبنا شوية المهمة، واحنا اليوم ماتش ما نخسروش الله غالب. إن شاء الله إن شاء الله الجاي يكون خير، إن شاء الله اللي قاعد يعمل في الشوارع في المنتخب خاصة بالنسبة للقائمة. كي نشوف البنك يعني والتغييرات اللي تعملوا اليوم، جوج تغييرات من خمسة، شيء ما يخليك تبعد معناه، إذا كان منتخب كامل ما يخليكش ما عندكش فيه خمسة تغييرات فعلى الدنيا السلام معناها. كبير يزيك كما كنت نحكي بدر قبيليك، بدر المبروك، ما هوش المشكل في هو باش يمشي، هو يجي غيره، ما هوش المشكل في هو، المشكل في اللي يعمل في اللي شوى البونتو بوانتيه اللي مليع بيه اللي ما يحبوا يلعبوا كان في كأس أفريقيا والعالم. صحيح فهم لاعبية ما يحبوش يجيو كان في المنتخب في الوقت هذاك، كما واحنا نحلوهم في جنة الرياضة كما عملناها قبل مع دافيد الجمالي وعملناها مع يوان بن علوان، وكيف كيف فهم برشا من لاعبية يختاروا الماتشوات نتاعهم. صحيح كما يوسف المساكني، وهبي الخزري، فرجاني ساسي، الكل يختاروا الماتشوات نتاعهم. رجع معانا باسم مرة أخرى، خلينا ناخذوه نسمعوه شنو يحب يقول. عسلامة. أهلا بيك باسم، صار لي بروبليم دو كونيكسيون تو رجعت. مش مشكل مرحبا، قول لي بس يسلم تو رسعت جردة ما تترش لي، هو معناه ينجم يشد كيف ناسيونال تو شفته مع الرجاء، معناه كوب دا فريق كوب دا راب بطولة زادة كان قريب يهزها مع الرجاء. ولكن ما كنت نحكي مع اللي قبلك، انا مش رايي مازال بكري. صحيح رسعت جردة عمل دي بيرفورمانس بهين سواء مع رجاء ولا حتى مع المستير، فما مؤشرات باهية ينجم مستقبلا يكون هو، لكن توا انا رايي ما نشوفش كان فوز البنزرتي وانا بالمعلول نجم يشد المنتخب في تونس، ما نشوفش حتى مدرب تونسي. والا اخويا ماذا بيا يكون اسم كبير مدرب اجنبي اسم كبير قادر يتحكم في المنتخب، ما قادر ما يتحكموش فيه اللي كل مره واحد يسمي له شكون ويجيب له شكون. يجب ان اسم كبير اخويا، كما الجزائر عندها مدرب كبير، مصر عندها مدرب كبير، المغرب كيف كيف، السعوديه كيف كيف، لازمنا حتى نحن اسم باهي. احنا ما عندناش فلوس باش نخلصوها، ما دوكم يجيك اسم كبير يجيك شي يطلب عليك برشا شهريا، مش يطلب لك شهريا كيما اخويا اول جامعة انا كنت تقول لك عملنا ميزانية كبرت و50 مليار وما نعرف شنو، يجيب لي بها مدرب باش نعمل بها يعني تحكي لي عليها 50 مليار. التونسي ما يهموش عملته تيل هاو ما نعرف شنو، التونسي يهمه في المنتخب بذاك الواجهة الأولى نتاعنا وشوية منتخبات الشبان، ويجيب لي اسم كبير وهذاك هو حط عليه الباك. ولي جوار اترونجي، لي جوار اترونجي علاش؟ ما برشا عندنا برشا دي جوار على اسماعيل الغربي وحنا بعد، علاش ما عادش حاب يجي حنا بعد؟ حنا بعد بلاسي حتى مع جمعيته ماهوش قاعد يكون الحق، نتابع فيه انا في الكيم تاعو، حتى مانشستر في دوزيام ايكيب ماهوش قاعد يلعب حاجه بلاسي. او مرة الرقيق زاد علاش قالوا ما عادش يحب يجي زاد، هو قال متعارك مع منذر هو حمزة رفيعة زاد. حمزه رفيعه قالوا ما تعيطليش نحب يشوف روحه، ما حب يقعد مع جمعيته. هذا انا كيف كيف نفس المشكله من عبيه الدلل اللي حب يقعدوا مع جمعياتهم، معناتها هما يحكموا في المنتخب ماهوش نحكي نحكموا فيهم. كيف كيف عمر رقيق
نفس الكا توا جو ستاج ولا دو ستاج ما يحبش يجي. بون دخلت شو قالوا مضروب، حبيت نتبعه ليكيب نتاعو في الوقت نتاع ستاج، لعب دو ماتش لي 23 نتاع ارسنال. بون ما كانش موجود فيهم الحق، نسخابوا باش نسخابوا نسخابوا يكذب بالحق كان. لكن تبعت شفت ليكيب والستاتيستيك نتاع ليكيب وحتى الفورماسيون نتاعهم ماهوش موجود في ليكيب عمر بقيك، دونك نجم يكون بالحق مصاب. لكن حتى ستاج اللي فات كيف كيف ما جاش معناها. ايه، واسمه خو سامي خضيره، راني خضيره، مش قالوا زاد فما مفاهمه معاه باش يجي الاستاج هذا يتعدى انا نتاع رايي اللي ما يحبش ماتفينيا. يجي خويا ما نجريوش وراه، ما عايز كلمناه قبل ظاهر مخه ما وصل المنتخب، انا كي هو صغير ما جانيش نعم بيك هو باش يكبر تو، وكان جاي ملاعب كبير انا مش جامعه كبير. كيف كيف زاد اش اسمه رامي كعيب نتاع السويد. رامي كعايب بو ما عنديش مشكل في البوست هذيك ريال جوش، هو يلعب ريال جوش عندنا عليه معلول ما شاء الله ما تصورش بخلاف علي معلول ما عندي الاريال الجوشي هاني، وسام الحداد دي معناها المستوى نتاعو كشفت. اي جاي بريود تحت شويه ما هوش خايب وسيم، لو حتى عندنا بعض وعلي العابدي متضامن والناس اسامي ما هوش خايبين. بس خلينا ناخذ شكون اخر معانا، كان عندك سؤال اخر ما عادش باهي على خير. عايش على خير. نزيد ناخذ يوسف شوشان او رجع معانا ناخذوه نسمعوه شنو يحب يحكي على المنتخب يوسف شوشان، وبعد عندنا محمد من سوسة ناخذوه بعد يوسف. يوسف أهلا بيك. أهلا عسلامة. عسلامة قد عمرك يوسف؟ بالله كان يحكي في يا يوسف تبي تصفيتني قد عمرك جردة. يوسف ما يشوف فيك وينك؟ كونيكسيون تلاقي. اي باي وينك وينك وما نشوف فيك هاي قد عمرك؟ هاي صوتك صغرون ظهرت لي 13. اي شنو تحب تقول يا يوسف؟ يعني كيف قلت لك تو ما سمعتنيش؟ اش قلت لي ما سمعتكش؟ ها؟ ما سمعتكش شنو قلت لي؟ قلت لك كيف كان يحكي باسم على لسعة زردة، على لسعة اي زردة في الكيب ناسيونال. اي تحب تشوفه في قلت لك منتخب بنت باسم يعني؟ يشدها ولا؟ انا جاوبت باسم هذا قلت له مازال بكري عليه معناها، عمل نتائج باهيه مع الرجال البيضاوي كيف كيف مع المستير، لكن مازال بكري عليه معناها. بون كل واحد رايه معناها، انا ذي رايي معناها الحقيقه لازم يزيد يكونفيرمي. فهمتني؟ فهمتك. كاو تحبش تسال حاجه اخرى؟ كاو مريق لك يا بعد اسلامة. اخيرا خلينا ناخذ معنا نزار. نزار حمدي اللي حاب يدخل معانا مرحبا بيه الناس كلها. ماهي 13 عام ومسهر المنتخب. خويا نزار اهلا بيك. خويا السلام عليكم. صباح وعليكم بابا. السلام لاباس؟ والله الحمد لله خويا، تفرجت العشية خويا في الطرح. هاني نتفرج تو في بلجيكا، وبلجيكا واستونيا وفرنسا وكازاخستان خويا، كور اخرى ريتم اخر بي كومام، تقعد ديما شويه العشية ماتش خايب على الاخر، فهمتني؟ مش باهينا احنا انا كيف ناس. تفضل تفضل. ركب لي السكر انا سنه في وقت شيوفه معناتها من اللي قبل حتى ما يملكي البونتو معناها. ريت خويا سام شي مشكل بار اكزومبل. ما نيش بشعر حتى في بيستيش نحكي، وتفرجت البارح في الجزائر بار اكزومبل، ريت الجزائر البارح براتيكمون بدلت ليكيب الكل، فهمتني؟ بدلت ليكيب ديما الكل، ديما يبدل حتى شي ما تكتيك، مره يلعب 4 2 3 1 مره 4 3 1 مره 4 4 2. خويا علاش انت عندك خطة واحدة لعبها في كل ماتشات معناها؟ خويا ما بصراحة البارح الجزائر أنا تفرجت فيها براتيكمون بدلت كل شيء، خاطر البارح ماتش البارح في جيب الجزائر ويستناو نهار الثلاث، فهمتني؟ تحط لي كيف الكور خويا وكازيونات والدنيا. احنا اليوم بو كرة نعيم السليتي تنجم خويا جواري، ينجم يراتي اي جوار في العالم يضيع كورة، مي معناه بصراحة ليكيب ناسيونال جوارات كيف يمشيو فهمتهم شو يمشيو يكوروا في الأفريق ويتحاولوا، ما ولو خايفين ما نعرفش، ما تطلع حتى تفسير يعني علاش كيفاش ما فين ينجموا.
وين المشكل بالضبط؟ والله صدقني مشكلتنا، مشكلتنا راه مدرب كبير، يلزم عندنا مدرب كبير. هذا اللي كنت قلت فيه خويا سلام، بربيش نسالك سؤال. انا بار اكزومبل خويا انا مانيش في تونس، يعني عم نتبع بطوله تونسيه خويا والله وصدقني بكل حياه. زاد ياسين الشيخاوي ما يسحقش يكون توا، مانيش تواليس راه، مانيش تواليس نحب المنتخب. انا تحب رايي انا يعني. ما زال الحق مناش ما عملت دو ماتش في بوست نتاع اتاكون، ما واش كيفي باش نحكم عليهم. والحق انا رايي نشوف في الفيسبوك يهاول برشا، معناتها اوكي عمل ماتش باهي مع الكلوب، ما نشوفوش اللي معناتها بالدرجه اللي قاعدين يحكيو عليها العباد اللي ماهوش كل مال. نحبوا على الاخر ياسين الشيخاوي والمود عليه في لعبه، حتى قبل الناس كل تحبه، تونس كل تحبه. ما نعرفش، مانيش نشوف الهاله الكبيره اللي صاير عليه، معناتها ماهوش لها الدرجه، معناها بون ممكن خاطر ما عندناش شكون اتاكون يمكن، ولو اني مش بوست نتاعو حتى. والله شوف انا بار اكزومبل تفرجت فيه الطرح اللي فات، نتفرج نتبع كره تونسيه خاطر نخدم في الكوره، بون ما غير ببليسيتي نتعداو، نتفرج برشا في الكره التونسيه. ببليسيتي في الكونت انستغرام خويا فهمتي فوالا صحيح فهمتي، نخدم ازون جوار نتفرج في تونس خويا فهمتني. ياسين شيخاوي بار اكزومبل عمل سبرينت خويا المره اللي فات فخر الطرح، قصت له كره مشى عمل صحيح. عمل سبرينت خويا برجوليه، زوارات الرافيين زوارات صغار في العمر يعني، في يكوروا في الام ينجموش يعملوه في عمره هو كيك، خاطر بصراحه نقطه استفهام. ما قلت ليه اما نجم لازم يونشيني الماتشات، معناها مش عمل زوز ماتشات ولا ثلاثه باهين نقولوا سي بون يستحق المنتخب، لازم كان يكمل في الريتم هذاك برجوليه يستحق، سيرتو مع الناش معناها اتاكون في المنتخب. وي بار اكزومبل مثلا نعرفش انا في راس شوات اوكي عادي في باساج فيد هذاك، مي حبيت ولا كره ترى انت ترى كريم بنزيما توا خويا فهمتني، ولا كريم بنزيما مع الريال بار اكزومبل كيف وصل كريم بنزيما؟ ما احنا ما نجموش نقارنوا كريم بنزيما في راس شوات ولا ما نعرفش شكون، اما فما الثقه ديما كيف تبدا عندك ثقه تبقى تعيط لك ليكيب ناسيونال كوميم راهو لا. واحنا زعام فيها الحاجه هذه، وقفنا مع فلان وقفنا مع فلتان وقفنا مع معز حسن خويا، حتى في راس شوات ولدنا يستحق، سيرتو ما عندكش مهاجمين وبدا يرجع في الفورمه ماهوش خايب للدرجه اللي احنا زعام في التحطيم الملاعبيه راه. بصراحه في راس شوات انا راه مثلا جوار ينجم يعاون، حبيت ولا كرهت ينجم يعاون، نحكي نبرو احنا على بعضنا صحيح في تونس واحد ني كيب ناسيونال، بس كور يزمع سيف الدين الجزيري يحاول يقدم اللي عنده مزيكا. توا فما كوره اليوم جاتو خويا سلام، فما كوره جاتو وقت اللي خرج له جارديان كان جا عنده كان جا بالرسمي عنده برشا خبره ومتمرس برشا فهمتني ولا لا، ذيك تك حط في الكاج تعبد على روح جارديان خلي لك كاج فارغ مسيك تدخل البار مثلا، تحب انسان نتاع اكسبيريونس هذيك وربي وهذاك الكل يبقى راهو. شوف خويا سلام راه باش نترشحوا، اما من بعد كونتر شكون باش نلعبوا فهمتني؟ بصراحه انا بالمستوى اللي شفته اليوم ما عادش متفائل برشا ولا لا. شوف باش يعمل فمك بالسيره كراجه نفسيه ونعرف شنيا وباش يحكيو مع الجوارات وباش يجيو ماهوش باش يسرحوا في المطار وباش يعملوا هكا يسكروا على ارواحهم وباش باش نربحوا زامبيا هذاك سوري صارت امين. بعد مع زامبيا تنجم تجيك كيب كبيره راه تنجم تجيك نعرف نجم تجيك كيب كبيره. احنا مصر بار اكزومبل خويا مصر راهو احنا نقولوا صحيح احنا الدب السوداء نتاع نحكي على بعض مش تو نحكي مع الماتش على الماتش البراج مش نحكي على الماتش الجاي. اي مصر راهو فاصيل موت نجم تجينا ما في بالك الخمسه الاولى ما نجم فاصيل موت جينا خويا مصر تلعب في كوره. فما مصر الكاميرون والكوت ديفوار كيف مالي البنين ظهرلي هذوما اللي نجمو نلعبوهم كونغو براتيكمون كوت ديفوار خاطر الكاميرون ماهيش باش تلعب كوت ديفوار كملت رابحه ريتها انا زيرو اوكي ودور ماتش مزال في بالي وفاء ربحت اي اما براتيكمون كوت ديفوار فهمتني خاطر نيجيريا زاد ربحت اليوم الاكستيريور وكفاردي زاد ربحت نيجيريا ليه ما نلعبوهاش اما خويا في الماتش نلعبوا نيجيريا ولا لا فما عندك السنغال الاولى تونس تونس ثانيه سانتيام نيجيريا اي ما نعرفوش اي مي خويا بصراحه بالنيفو نتاع اليوم اوكي في تونس يجيك 50 الف متفرج ويدزوا معاك وفازي
اما خويا بالنيفو نتاع اليوم وفما فما نجوع في اللعبه مع نعرفش انا مع كوت ديفوار خويا تاكلنا ماكله راهو تاكلنا ماكله ما الحقيقه وباش بار اكزومبل زاد خويا سلام بطولتنا ضعيفه على الاخر خويا بطولتنا في فما احكي لي انت على زوير في تون نحكيو على محمد علي برمضان بار اكزومبل هذاك عز زوير بار اكزومبل في البطوله التونسيه سوا ديزون لاني باس خويا ما فماش تو شويه يقول لا ما فماش محترفين نتاعنا ابار الياس الصخيري وهب الخزري بار اكزومبل الاخرين عاديين بصراحه في الخليج خويا سلام انت كي يجيك جوار يقول لك راني محترف مع احترامنا للخليج واحد يقول لك راني محترف في الخليج تعتبره محترف انت والله احنا فكره غلط عليهم شويه تو هكا بتزير باش هز الكوب دافريك بغداد والبلاي يلعبوا في تونس ويلعب في قطر زاد شوي داكورا فيكتوار خويا اسلام باش نقول لك حاجه مثلا في الدوري السعودي شكون عندنا مثلا في الدوري الممتاز السعودي كور سعد بقير ماهوش كونفوكي خويا المره اللي فاتت نتفرج في الاهلي والهلال خويا دوخ كوره خويا ترى النجوم غادي اوكي مي احنا حتى التوانسه اللي يخرجوا للدوزيام ديفيزيون في السعوديه خويا ما معنا جوارات مثلا اللي مليو العين نتاع الاهلي والهلال والنصر مثلا في السعوديه في قطر خويا بار السد والدحيل والاخرين تقول لي سر محترفين خويا فهمتني بصراحه مثلا في بلجيكا جيسكلمه برك خويا ريت بار اكزومبل حمد الحرباوي وقت اللي كان هوني في بلجيكا خويا حمد الحرباوي بالرسمي يخافوا منه خويا سلام كنت تقول حمد الحرباوي يخافوا منه لين خرج ما ايش معي تولوش مشاكل اخرى وقتها يلا خويا صافي بليزير ان شاء الله خويا ميرسي بوكو مرحبا بك عايش تشاو تشاو باي باي مي خلينا ناخذ اخر واحد معانا او نسيم هاي خلينا نسكروا به الليله خويا فرغوا قلوب مسالش لا لا بالمعلم وينك مدير شنو وراك شنو الاحوال وينك انت والله يعني خويا راك في القهوه نسمع فيك يا خويا المشاكل نتاع ليكيب ناسيونال راهي ماهيش مش في الجوارات بحد ذاتهم معناها كانش ناخذوهم جوار بجوار معناها كل واحد اسم وكل واحد كاليبر وكل واحد في ليكيب نتاعو معناها يوزن معناها بيان معناها اما مشكلتنا في الاوتوماتيزم ما فماش قداش نمبر دوكازيون كريي اليوم مثلا في واحده برك واحده اثنين معناها هدره فارغه لي زاريير ما عملوا حتى شيء اليوم ما فماش حتى سونتراج الكره عند ديفونسور يسنتر يحط القدام وحاجات كيما كلب المصيد يجري ويحصر في كوره باش نشوفوا التيران خايب على الاخر لما حالة ما فماش فكره معناها كل واحد يلعب على زاويه صحيح ما فماش فكر المدرب وينو عندك بلون ا بلون بي بلون سي انت شنو هي ليكيب اللي هبطت لك مسكره برشا شنو باش نجم تعمل هي تجري تلعب على الكونتر وعملت كونتر وماركات بونت وطرح كامل تعمل لك هيك اما احنا ما عملناش ما خلقناش لعب كره محصوره في الوسط هاو ضربني هاو دزني هاو طيحني ما فما حد جاي ولا الاربيتر عين ترا وعين ما تراش وعملنا على المحال عملنا دي سونتراج وكل شيء ديريكت جوج يهزوا رجوع الله اعلم به رجوع صحيح ولا ماتش خايب ياسر عندنا برشا عملناش ماتش خايب هذيك الافريق فهمتها يمكن الجزائر الوحيده تو راهي اللي فاهمه الافريق على فكره راه خويا الجزائر قلت روح تمركي فيها 4-5 في الجزائر ولا برا من الجزائر فما روح فما جمعيه تحب تربح فما جمهور عندهم يتر قليل عندهم مدرب لا يفرض اختياراته نتاعو عندهم لعبه يا زيد انت تشوف معايا حتى جمال بالماضي كارير راهو ضغط نفس الفوليوم سلام جمال بالماضي راهو كارير جمال بالماضي راهو كارير منظر الكبير شنو كاريرو وين لعب معناها اكبر كيف لعب فيها شكون هو مش لازم يكون لاعب كبير اما لازم على الاقل يكون عنده اكسبيرينس بالك مدرب باش وينو فكره في التيران اي لهنا نسمع ما فماش بصمه نتاع مدرب وانت عندك ثلاثه مدربين معروفين معناها عادل السليمي منظر الكبير وجلال القادري
واقفين الثلاثه، لو حتى واحد عنده فكره باهية معناها باش يعطيها، شكون ياخذ القرار معناها؟ هو يا ربي يهدي وكاو باهي. هو شنو هما الشونجمونات اللي عملتهم؟ اي فما زوج دو شونجمون كنت نحكي عليهم معناها، خمسه تعمل زوج شونجمون. خرجت اعز بيفو عنا واعز ريجيسور مثلا يدور شويه كوره، فرجاني ساسي والعيدوني. اي لا لا وشنو عمل؟ اليوم فما حد باهي كلهم خايبين. هو شنو عمل؟ ما نعرفش انا، انا نعرف واحد انا خاسر يدخل دوز ثلاثه تاكونات يسنطروا عليهم الكوره فماش ما تخطف. هذا يا خويا نبداو نلعبوا في الحومه وحدنا كيك معناها يعني. ما عندوش اصلا تاكونات، ما جابش، وما جاب حد، ما جابش، جاب ثلاثه ريارات، دخل ثلاثه ريارات منه وثلاثه ريارات منه. هو المشكل اللي خلى لي شوا نتاعو ليميتي، هو جاب ثلاثه منه وثلاثه منه. ما خويا نتفرجوا في ليكيب ناسيونال، كريمنا تتكسر ومن بعديك حتى كان لعب لنا الزهر وترشحنا. ما هو ديع جري هو راهو بطل العالم في الزهر، حاله معاه يا خويا شيء من وراء العقل، وباش يترشح ومنظر الكبير باش يمشي ليكيب الكوب دو موند زاد، هذه ناكد لك فهمتني، وباش نمشيو نعملوا العار وكيما اخواته وكاو، معناها يتسمى نجاح للمدرب التونسي وكاو. هات نترشح توا برك صحيح بالروندمون تاع اليوم صحيح. لا لا يا سلام، تا نترشح، تا نترشح، انتي مزهرين قبل ما شكون باش نطيحوا مع البنين نلعبوا لليغ هذيك والروتور نلعبوه في تونس. انت حقرا البنين ما شاء الله الناس كل تكول ولات. مادام شو مادام مش باش تعنا الجزائر حتى باش نحكيو على نيجيريا ونحكيو على الكوت ديفوار ما همش راهم تاع قبل معناها، هدره تحب ولا تاكل هدره فارغه معناها، غينيا الاستوائيه تكبش فيهم كما كبشت فينا احنا. اي يا راك تشوف اليوم روندمون، ما خليكش تتفائل بالكل. ماتش على ماتش، ماتش على ماتش تفرق، ساعات النجم نعملوا حاجه باهي، اما اكسبلوان تاع جوارات على فكره راه. فهمتني؟ وحتى كان نرجعوا للاطراح تحكيوا عليهم بالطرح بالطرح، نلقاو الصغير ماركة شوطة بالقوي فهمتني، نلقاو انيس بن سليمان ماركة كونتر ليبيا زاد تير من بعيد، معناها برشا برشا بونتوات ما فيهمش خدمه معناها، فما اكسبلوان انديفيديوال هو عندنا مده فما برشا تخلويض، اما ريزولتا كانت تغطي اليوم خويا لا ريزولتا لا كوره هكا، والعباد ترشق هذه كتونس خويا برا ليتك زينه، وخلينا نشوفوك نعملوا قهوه ان شاء الله. باهي يزي هكا امين السلطاني خويا سامحني ان شاء الله مره اخرى. ليتكم زين الناس الكل، حبيت نفرغ قلبي شويه، فرغوا حتى انتم قلوبكم ان شاء الله، نتقابلوا مره اخرى ان شاء الله نحكيوا على المنتخب ولا حتى في الموضوع على خير.